انا نعلي شويه ديال هنا يا احمد. هوب هاتك الساحه مليح. هوب نعم هذيك التحضيرات راني نجري في المستوى الحمد لله. كان المدرب الرئيسي غائب سيد خريس خير الدين وراني نحكم الانتيريم في بلاصتو. اللاعبين جاوبوا مع البرنامج اللي خلاه المدرب الرئيسي والحمد لله كملوا في المستوى راهم يخدموا. ان شاء الله راح عندهم اسبوعين تاع تحضير ان شاء الله في تونس. مين ملي؟ من يوم 29 حتى ال 11 حتى 11 اوت ان شاء الله. ان شاء الله انا رايحين لتونس من نهار السبت ان شاء الله، وديجا خدمنا وان شاء الله ثاني تقرع فينا خدمه في تونس والله يوفقنا ان شاء الله. هي دروك كي تلعب في وداد التلمسان ما كانش اهداف ما بين بلي الصعود مع فريق كبير، وان شاء الله نكونوا هذا العام ثاني نعاودوا نردوه بلاصته الناسيونال ان شاء الله.